يا بداية نسيها راه الفيديو ديالك غير بدا هكاك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة يا ربي. المهم كيف ما وعدناكم هذا الفيديو غيكون عبارة عن تتمة الفيديو اللي قبل الفلوق اللي درنا، أنا باش نوريكم البيسيس كيف جاو في اللبسة أنا ويونس. صورنا لوك بوك لوك بوك ديالي ولوك بوك ديوس. المهم أول مرة ندير أنا شي أول مرة يصور معايا بحال هكا، ولكن راه تقد داك الشيء. المهم دابا تشوفوا إن شاء الله، كنتمنى يعجبكم حيت دابا حنا صورنا وهذه آخر لبسة هي باش كنصور لكم التقديم. المهم غادي نوريكم حتى داكشي اللي خديت، كيفاش يعني كيفاش نظمت بهم داك المنظمات اللي خديت ديال المطبخ وداك التخربيق كامل. المهم انتما خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو يطلع شويه في المشاهدات باش نفرحوا بلاصه المكان اللي صورنا واحد البلاصه اللي يعني جايه. علاش باغا ان الفيديو يطلع؟ لحقاش صراحه تعذبنا شويه، طلعنا السطح بغينا زعما نصوروا شويه كتطلع وتهبط اسوء. وانا طالعه هبطت هبطت نلبس هاد اللبسه طلع صور. انا مازال كنلبس غير في السطح عادي، انا طلع هبط بدل الشال بدل هادي. المهم الصراحه تعذبت، ولكن ماشي مشكل، كنتمنى غير يطلع الفيديو زوين ويعجبكم ان شاء الله يا ربي، ويعجبكم البيسات اللي شاركنا معاكم وداكشي اللي بارطاجينا معاكم ان شاء الله. المهم خليكم معنا، ما تمشيو فين وما تنساوش ديروا لنا غير اشتراك، دعمونا باش ما طيحش القناه ديالنا، اشتراك والضغط على زر الجرس واللايك واللايك بالنسبه للناس الجداد، وبالنسبه للقدام يعطيونا الاراء ديالهم كنضرب بالجبليه تحيه للناس الجبال. الاراء ديالكم كي جاكم هذا الشيء، واش كاين شي تنسيق هو هذاك ولا ما كاينش شي تنسيق ماشي هو هذاك؟ بالنسبه لي انا اما اشواق انا عجبوني الصراحه اللي بيسات ديالي، ما عرفتش نتوما غادي تحكموا واش مزيانين ولا ما مشي مزيان. كنت حاقر البيسات ديالي، دابا تشوفوهم وعطوني الاراء ديالكم. تحياتي وخليكم مع الفيديو، ما تنسيا ما تمشيو فين حتى الاخر. صافي تحياتي. صافي كي وصلكم صافي صافي غير هاد صافي خاصكم تطلعوا لنا هاد الفيديو. المرآه شفتي هذاك الشيء صراحه جمعات لي الروينه كامله كامله كامله. كيف ما كتشوفوا هنا داك الكواتم، هنا درت شويه ديال الاكسسوار، هنا داك لي باليت، داك لي باليت وداك التخربيق، وهنا لي بارفان. واخا ما هزاتليش لي بارفان كاملين لحقاش لي بارفان اللي كيكونوا طوال المساحه ما كتسقطش، نعستهم هنايا شويه. وهنا درت شويه المهم التخربيق الروينه وداك الشيء. كيف ما كتشوفوا صراحه كتجمع الروينه زوينه، وفي نفس الوقت المرايا صراحه كيطلعوا فيها التصويرات زوينين. شبعت هاد السيمانه تصاوري، كي شفت لي ستوري ديالي غادي يشوفني كل نهار كناخذ تصويره. المهم هادشي اللي كاين، ودابا خليكم حتى النهايه ديال الفيديو غادي تشوفوا البيسات ديالنا كي جاوا في اللبسه. ما تنساوش كنبغيكم بزاف، ولا كنت اول مره تشوفوا الفيديو ديالنا او تشوفوا القناه ديالنا اول مره تعرفوا عليها، ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا كامل، ولايك لايك وشي كومونتير زوين علاش اللي يشجعنا، فخلينا نعطيكم كثر ان شاء الله كنبغيكم. Tonight's but I'll tell you.
المهم هذه هي المبخره. دابا راه درت فيها الماء والزيت وداك التويشيات وشنو سميتو غادي من هنا كتبرك بركه كيخاصك تبقى بارك باش كتشعل الضو وعاد من بعد كتبرك بركه كطلع كتبخر كيف ما كتشوفوا هكا صراحه زويونه كدير فيها يعني هي اللون كيبقاو يتبدلوا من خضر للزريرق الحمامر للغوز وفي نفس الوقت كتبخر كيف ما كتشوفوا اللون كيتبدلوا بالنسبه لهذا الشبيكه صراحه عجبوني بزاف مضمولي هنا كيف ما كتشوفوا كنت خديت غير ثلاثه ولكن جاوني جاتني ليسباس كبيره وجوج صراحه كيكون داكشي منظم وفي نفس الوقت الحاجه اللي كتبغيها كتكوني عارفه كتجبدي ما كتجبدينيش كتلقايا ما كتبقايش تروني. وهادو اللي شريتهم على وديت هاد التخربيق تاهما صراحه مضمولي كيجي داكشي منظم كدير فيهم قطنية ولا سميدة مهم أي حاجة تبرد معاك اليوم تيجي هكا منظمين